حاجة، هي عطية من عند ربنا، وزنات، وممكن البني آدم يستخدمها صح، وممكن البني آدم يستخدمها غلط، مش كده؟ فالتحذير لما سيد المسيح يقول لك ما تعبدش المال وما تعبدش ربنا، مش هينفع تعمل كده، ما هو بيتكلم على ايه؟ على العبادة، ان الناس تعبد الفلوس، ترتبط عاطفيا بالفلوس وتجري ورا الفلوس فتعبد المال. زي بالظبط في العهد القديم قال لك لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن. فهو حرم الصور والتماثيل من ناحية ايه؟ من ناحية تحريم الفن، ولا من ناحية سوء الاستخدام والناس تعبدها؟ مش كده؟ واضحة خالص. واحنا النهاردة ضميرنا مش تعبنا ان احنا ندخل الكنيسة ونلاقي فيه ايقونات، وندخل ونبوس الايقونة وناخد بركة من الايقونة وندي مطانية قدام الايقونة، واحنا عارفين داخليا ان احنا مش بنعبد الايقونة. هل في حد تعب قبل كده انه عمل الحركة دي وقال ده كده انا بكسر الوصية بتاعت ربنا اللي بتقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة؟ ليه؟ عشان احنا تربينا كده، الضمير بتاعنا سهل عليه انه يستقبل حكاية الايقونات كده. الاخوة البروتستانت مش عارفين يقبلوها، عشان كده رافضين الايقونات. طبعا الايقونة فن شرقي، النحت فن غربي، فعلشان كده في الكنيسة الكاثوليكية منتشر اكتر التماثيل، في الكنيسة الارثوذكسية منتشر اكتر الرسم او الايقونات. anyway دوت مش موضوعنا، انا بس بحاول اقرب الفكرة. حاجة تانية زي الكلام، الكلام ده نعمة من عند ربنا ولا الإنسان اخترعه؟ ده نعمة من عند ربنا، أعطيتني موهبة النطق، مش كده؟ لكن في نفس الوقت ده المقدس بيقول لك بكلامك تتبرر بكلامك تدان. يبقى ساعتها الكلام مش هو الغلط في القدرة على الكلام، الغلط في سوء التصرف بالقدرة أو بالموهبة اللي ربنا ادهالنا إن احنا نقدر نتكلم. نفس الحكاية الفلوس، نحن لا نعبد المال، الفلوس تحت الرجلين، لكن محتاجين نستخدمها ولا ما نستخدمهاش؟ بنستخدمها، فيبقى الصح ان احنا نستخدمها صح، ودوت اللي نحاول نتناقش فيه النهاردة. ملهاش دعوة خالص بعبادة المال، ملهاش دعوة خالص، احنا مش بندعو ان الناس تسيب ربنا وتروح تعبد المال وتجري ورا الفلوس. الفلوس حلوه ولا وحشه؟ قوي. فلوس عطيه من عند ربنا، مش كده؟ من غير الفلوس هنعرف نبني كنيسه؟ هنعرف ندي للفقراء؟ هنعرف نشتري اي حاجه ونبيع اي حاجه؟ لا. فخدوا الموضوع ببساطه، الفلوس نعمه من عند ربنا، والمفروض علينا ان احنا نستخدمها صح، مش كده؟ سمعتوا في الرهبنة في الثلاث فضائل الكبرى اللي هم ايه؟ مين فيكم راهب هنا؟ كنا رهبان. ايه الثلاث فضائل الكبرى في الرهبنة؟ البتولية والفقر الاختياري، مش كده؟ والصمت. الفقر الاختياري ده انا شايف ان الفقير هنا فقير بمزاجه في بلدنا دي. ليه؟ الخير كتير قوي، والفقير فقير بمزاجه. انا لا ادين الفقراء ولا ادين الاغنياء، انا بقول شويه افكار حوالين التصرفات في الفلوس. واول حاجه في النجاح عامه لاي حاجه في الدنيا ان الانسان ياخد مسؤوليه كامله عن حياته. اول ما الانسان يبدا يدي اعذار، اصل ما اقدرش، اصل غصب عني، اصل الظروف، اصل الوقت، اصل العيال، اصل مراتي، اصل واتيفر،
مفيش تقدم. طول ما المشكلة برايا انا مش واخد مسؤولية حياتي، انا مش عارف اتصرف، مش عارف احل حاجة. لكن اول خطوة ان الانسان يقول حياتي مسؤوليتي، انا مسؤول عنها ومسؤول عن كل التصرفات اللي فيها. ولو انا مش مسؤول عن ممكن حاجات تحصل لي من بره، انا مسؤول عن رد فعلي. كلنا بنسوق عربية وكلنا في ناس بتكسر علينا، فاللي بيكسر عليا ده غصب عني، بس انا مسؤول عن ايه؟ عن رد فعلي. ممكن اشتمه، وممكن اجري وراه واخبطه، وممكن ادخل معاه في خناقه، وممكن ما عملتش حاجه بس رميت غصب من جوايا، وممكن اطنش، وممكن اسامحه، وممكن اديله عذر، وممكن اقول ما انا كمان بعمل كده، ده نفس الموقف بس ردود الفعل انا مسؤول عنها. فلو انا مش مسؤول 100% عن حاجات بتحصل في حياتي، انا مسؤول عن ردود افعالي تجاه هذه الافعال، تجاه هذه الظروف. ناس كتير بتعيا، هل تصرف، هل ردود فعل كل المرضى زي بعض؟ لا. ليه؟ عشان كل واحد مسؤول عن حياته. ندخل في الفلوس. في افكار كتيره، فانا مش عارف هتبقى الافكار خارجه متظبطه بالترتيب ولا لا، بس خلينا نتكلم فيها. تخيلوا انتوا لو في واحد سايق على عربيه على عجله واحده، يحصل ايه؟ مش هيمشي، مش كده؟ هيبقى متعثر كتير قوي، هتلاقي العجله ماشيه وبقيه العربيه عماله بتحك في الارض، فتبقى ماشية تعبانة شويتين. يقولوا الفلوس عاملة زي العربية دي، محتاجة تمشي على أربع عجلات، ما ينفعش تمشي على عجلة واحدة بس. الأربع عجلات دول واحدة منهم يمكن كلنا نعرفها، اللي هي المرتب، الإنكم بتاعنا. بشتغل وباخد مرتب قدام الشغل بتاعي، دي العجله الواحده. وللاسف في ناس كتير قوي تفضل عايشه حياتها الحياه الماديه بتاعتها معتمده بس على المرتب، فيفضل سايق العربيه على عجله واحده بس. يقولوا يعني الناس بتوع الفلوس ان احنا محتاجين نعمل اربع حاجات علشان يبقى فيه source of income. الشغل والمرتب ده حاجه فيهم، والانفستمنت والسيفنجز وسمبليفيكيشن اوف لايف، ان احنا نسهل حياتنا شويه. في ناس كتير تتعب نفسها قوي 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 بسبب المنظره. وافتكر في التسعينات اول ما الموبايل دخل مصر، حصلت حادثه كانت في ميدان التحرير، ان واحد ماسك موبايل وبيعدي ومشغول قوي اتخبط بالعربيه ومات. بعدين اكتشفوا ان الموبايل لعبه. دي حادثه حقيقيه. المنظره ساعات كتير، ده مثل اكستريم، بس ده حصل، ده حصل حقيقي تقريبا 97 او 96 حاجه كده. هو عايز يبين للناس، حتى الناس اللي في الشارع هم ما يعرفوهوش، ان هو معاه موبايل، وموبايل بقى غالي زي بقيه الناس الاغنياء بقى يعني، وفقد حياته بسبب المنظره. ساعات كتير احنا بنعمل كده، ندور قوي على العربية الغالية واحنا ما نقدرش نصرف عليها، او البيت اللي موجود فين، او العفش اللي عامل ازاي، او واتيفر، واحنا ما نقدرش عليه. ففي حاجة مهمة قوي في تحسين وضع الاسرة، اللي هو simplification of life. simplification of life ده هو تبسيط الحياة، او الحياة
على قدي، ده سهل قوي. وكل واحد لما يقدر يفكر فيه، لما يقعد يفكر فيه ويقدر يبسط حياته ازاي، يعرف يقلل مصاريفه ويعرف يعيش كويس قوي على مستوى الدخل اللي عنده. ده مش معناه بخل، ما تخلطوش بين الامور. ده مش بخل، ده الحكمة ان انا اعيش على قدي، او اعيش وانا عندي نظرة لقدام الحاجات اللي ملهاش لازمة. لو انا اقدر if I can afford it، لو انا اقدر اجيبها خلاص جوه هيك مفيش مشكلة، مفيش حد زعلان. لكن لو انا مش قادر وكاسر ظهري بقصات عربيات وبيوت ومش عارف ايه وتليفونات ولازم العيال يبقى عندهم تليفونات، لو انت قادر خلاص جوه هيك مفيش مشكلة. لكن لو انا مش قادر، ده سكشن كبير قوي البني ادم ممكن يشتغل عليه انه يظبط حياته كويس. وفي كتاب كنت هقول يعني شويه كتب ممكن تقروها في الاخر، بس في كتاب اللي هو ذا مليونير نيكست دور عن مليونيرات في امريكا، ويقول يعني ان 80% من المليونيرات في امريكا النهارده هم فيرست جينيريشن مليونيرز، يعني مش وارثين الفلوس. وبعدين لما بيتكلم عنهم هم ساكنين في سابرز عادية جدا، مش لازم تكون غالية قوي، راكبين عربيات عادية، بس عندهم حكمة في التصرفات في الفلوس وشغالين على الثلاث عجلات التانيين، الانكم والسيفنجز والانفستمنت. فده أول حاجة. الفكرة الثانية يقولوا إن الهدف الكبير اللي أنا عايز أوصل له ان انا اعيش على 50% من الدخل بتاعي. قبل ما ادخل في الحته ديت هقول تفسير لكلمه ايه الفرق بين الغني والثري، ريتش اند ويلثي. ايه الفرق؟ يقولوا ان ريتش غني ده واحد دخله كبير قوي، فعنده فلوس كتيره داخله، فممكن تلاقيه عايش في قصر وعنده 18 عربية ومصاريفه كتير قوي وعياله في مدارس ولا جامعات غالية ولا حاجات زي كده، في دخل كبير قوي ليه. بس مش لازم يكون ويلثي، لأن الويلث الثراء يقولوا إن هو لو النهاردة كان آخر يوم ليك في الشغل هتقدر تعيش قد ايه بالفلوس اللي معاك. لو انت هتقدر تعيش اسبوع واحد فانت ثري لمدة اسبوع، لو هتقدر تعيش لمدة 6 شهور يبقى انت ثري لمدة 6 شهور، لو انت هتقدر تعيش لمدة 20 سنة تبقى انت ثري، مش كده؟ وعلشان كده تفتكروا في ايام الكوفيد اول ما الدنيا قفلت والمواضيع باظت، تاني يوم الطوابير اللي كانت واقفه قدام السنتر لينك قد ايه؟ وقفوا بالساعات عشان يعملوا الابلكيشن عشان قدام السنتر لينك، عشان عمال ما الابلكيشن يتعمل والفلوس تدخل. انا لا ادين الناس دي، الميكروفون مش مبسوط، انا لا ادين الناس دي، انا مش بقول ان هم وحشين، بس مش عارفين يظبطوا حياتهم صح. لو انا النهارده هبطل شغل، بكره ولا الاسبوع اللي جاي مش هلاقي الايجار اللي ادفعه، يبقى انا عندي حاجه غلط، فانا لازم اتصرف. فقالوا كده انت ممكن في واحد يكون دخله 200,000 في السنه، 250,000 في السنه، 500,000 في السنه، ويعتبر غني لكنه مش ثري. ليه؟ علشان مصاريفه كتيره قوي، الاقساط اللي عليه كتيره قوي،
فكل من الفلوس بتدخل مهما كانت كتيرة بتخلص على المصاريف اللي معاه. وأنا أعرف ناس كده للأسف يعني. بس إيه المشكلة؟ إن مفيش حكمة في التصرفات في الفلوس. وممكن جدا يكون واحد ثري وعايش بمرتب 50,000 في السنة، أو يكون فاينانشال فري معلوش الفاينانشال ستريس. نرجع بقى لكل ما ده نقطة في الأول دي. الهدف يقولوا كده يعني إن الهدف إن أنا أعيش على 50% من المرتب، بس أنا مش هقدر أعمل كده النهاردة، مش كده؟ فطب أعمل إيه؟ أول حاجة قال لو أنا النهاردة عايش كويس على 100% من مرتبي ومش عارف أتصرف خالص، طب ينفع أعيش على 99% من المرتب؟ ممكن يعني. يعني لو أنا باخد 1000 دولار في الأسبوع، الواحد في المية دي قد ايه؟ 10 دولار. هل لو انا بدخل بدخل 10 دولار في الاسبوع اقدر احوش 10 دولار؟ معظم الناس يعني، مش معظم الناس يعني، يعني كل الناس تقدر تعمل كده. ابدأ اعمل كده. فابدأ تظبط نفسك على 99% من المرتب، والواحد في المية دي اعمل فيها ايه؟ حوشها، حطها في سيفنج اكاونت. ولو قعدت مثلا انت وشطارتك بقى قاعد وعايش مستريح على 99% لمدة مثلا شهر شهرين، خلاص مستقر كله تمام، خليهم 98%. كان قدرت نقدر؟ نقدر. فدي الخطوات. لو حد ان انا حاجي في وقت وقلت طب انا غير كده انا مش هقدر استغنى عن حاجة، مش كده؟ اللي انا حوشته دوت ابدأ اعمل فيه ايه؟ استثمره. فالهدف ان انا هبدأ اعيش على 50%، بس انا عمال ما اوصل من النهاردة 100%، لان انا عيش ل50%، انا هبدأ اعمل لنفسي different source of income. لو انتوا ما تعرفوش، بس في طبعا اسهم في البورصة ممكن تشتريها بحاجات صغيرة وكل شوية تكبر وتزود الاسهم بتاعتك مع شركات بتدي dividends. dividends ديت اللي هي ارباح، يعني تدفع الارباح تقريبا يعني كل 6 شهور. طبعا هو المبلغ هيبقى صغير، بس انا النهارده انا مش هبص تحت رجليا، لكن انا هبص على المستقبل. ان انا لو فضلت very disciplined ملتزم ان انا اعمل كده، ما استقلش بال10 دولار اللي هحوشها ولا بال20 دولار اللي هحوشهم وقلت مش هيعملوا حاجة، وابدأ اجمعهم وابدأ اكبر الانفستمنت بتاعي، واحدة واحدة الانكم يبدأ يزيد. طبعا احنا كلنا كل واحد فينا قدراته مختلفة ودخله مختلف. في ناس لمجرد انها تسمع الافكار ديت بكره تقول انا هعيش على 80% و20% هحوشه، خلاص جو اهيد. بس هي الفكره ان انا يكون عن ان انا مركز على كده وبفكر في كده، بقدر اظبط نفسي على قد الفلوس اللي معايا واقل منها كمان. لما نوصل يعني خلي الفيجرز زي ما الكتب بتقول، وبعد كده ممكن نظبطها زي ما احنا عايزين. يقولوا تبقى 50% الديلي اكسبنسز و 20% انفستمنت وباقي 30%، 10% جيفنج
العشور بتاعتنا، و10% فسح بلاي، و10% بتهيألي emergency savings. emergency savings ولعب، و10% عشور، و20% investment، و50% مش عارف. الكلام ده مش هيتطبق تاني يوم، يعني محدش يتوقع ان بكره، يعني انا عارف ان ممكن ناس في دماغها دلوقتي بتقول ده المورجج بتاعنا 70% من المرتب مش 50% من المرتب، انا عارف كده. بس الفكره ان انا هبدا بخطوات صغيره ومحسوبه علشان قدام ابدا اتحسن. لو انا فضلت ماشي بنفس الاسلوب اللي انا ماشي بيه النهارده، لو انا مبسوط خلاص جو اهيد، مفيش مشكله، مش محتاج تسمعني في حاجه. لو انت مش مبسوط ممكن تاخد شويه افكار زي كده وتبدا تنفذها واحده واحده، مع الوقت ممكن الانفستمنت دوت يكبر والانكم دوت يكبر. طبعا في افكار ثانيه غير الشيرز، الناس اللي الانكم بتاعها كبير ودول غالبا اوريدي عارفين يتصرفوا ان هم يشتروا انفستمنت هاوسز وحاجات زي كده، او يعملوا انفستمنت مع الشركات الكبيره زي كولونيال فيرست ستيت، شركه يعني راس مالها بالمليارات. برضك الميكروفون مش موصول، كل ما تجيب سيره الفلوس الميكروفون يقع. ايه ده؟ مش مصدق الكلام، مش مصدق الارقام. ايه ده؟ اعلان، انت مش قلت اسم الشركه؟ اعلان. هم مش محتاجين اعلان يا ابني، دول اكبر من كده بكتير. حاجات على مستوى اعلى وممكن بتجيب انكم بعد كده ستيبل انكم. خلي بالكم ان في توزيعه الفلوس قالوا لازم تدي في عشور، بنديها 10%. طبعا ال 10% ديت المينيموم بتاعنا يعني، بس احنا خلينا نقول زي ما الكتاب ماشي يعني. لو انا مش هقدر اعمل كده النهارده ممكن ابدا بس بدل 100% تبقى 99%، وبدل 99 تنزل 98 اند سو اون، وبعدين الحاجات اللي فاضله ديت ممكن تقسموها زي ما انتم عايزين. بس قالوا كمان ان لازم يكون في اكونت اسمه بلاي، اسمه فن، لان لو الانسان فضل عايش يعني مضيق على نفسه هيجي في وقت وينفجر، مش هقدر اعيش كده، مش كده؟ هو عيش براحتك بس خطط للحياه ديت ازاي؟ يعني لو تقدر تاكل مره في الاسبوع بره اوكي جو اهيد، تقدر تاكل بره كل يوم جو اهيد، ما دام ما بتطبخش خلاص مفيش مشكله. تقولي ايه؟ يا ريت كل يوم، لكن لو ما اقدرش فانا مش هعمل كده دلوقتي، لكن هيبقى في تخطيط جوايا ان انا اعمل كده قدام، اعمله ازاي بس بطريقه محسوبه. بردك في الخطوات ديت قالوا اكبر حاجه تقطم الوسط هي الديون، خاصه ان في ناس بيبقى معاها كريدت كارد وتوصل للماكسيمم، بعدين تروح تعمل كريدت كارد تاني وتوصل للماكسيمم وهكذا، وبعدين يحسوا ان هم غرقانين. فقالوا وانت بتحاول تظبط مصاريفك، طبعا رقم واحد انك تعمل بادجت. هل احنا عارفين في بيوتنا بنصرف كام على ايه ولا لا؟ يعني بمعنى ان انا عارف مثلا الرنت او المورجج بتاعي كذا، ده الوحيد اللي انا عارفه، بس بعد كده الشوبينج بصرف فيه قد ايه، وجوه الشوبينج اللي انا بصرف فيه هل كل الحاجات دي اساسيه ولا لا؟ العيال بجيب لهم اللي هم عايزينه في اي وقت
او ما بجيبش حاجه خالص في اي وقت. فاهمين نقصد ايه؟ دي سهله خالص. جيب الاستيتمنت بتاعك بتاع البنك واقعد مع نفسك كده وركز لمده شهر لو هي المصاريف متكرره كل شهر، او لمده كوارتر 3 اشهر لو انت في مصاريف بتحصل كل 3 اشهر، وشوف اللي خارج ايه واللي داخل ايه، تعرف تحسب وضعك المادي دلوقتي عامل ازاي. وبعدين في المصاريف بتاعتك اقلل المصاريف ازاي، وفي الانكم بتاعي اعرف ازوده ازاي. في ناس ممكن بتزود الانكم انها تعمل شغلانه زياده، او ممكن يعملوا يتعلموا سكيل زياده. يعني في النهارده الاونلاين بيزنس ده حاجه كبيره قوي واسعه خالص، والبدايات بتاعته بفلوس قليله، بس هي محتاجه ايه؟ محتاجه دماغ. فهل انا ليا في الدماغ ديت ولا لا؟ طب اقدر اعملها ولا لا؟ How to increase my income. افضل اسال نفسي السؤال ده، ازاي اقلل مصاريفي وازاي ازود دخلي، ويبقى الاستيتمنت قدامي واشوفها واقدر احسبها. في ناس عندهم ديزني بلس ونتفليكس وستان وبرايم فيديوز واليوتيوب وايه وشاهد ما شافش حاجه. فتلاقي نفسك ان انت لما تبص على الباك ستيتمنت تلاقي مثلا بتدفع سبسكريبشن قصد هنا $5 قصد هنا $10 قصد هنا $15، بس لما تيجي تحسبها تلاقيهم كتير قوي. اجين لو تقدر تعمل كده وانت كده مبسوط جود لك تو يو. انا مش ضد حد، انا بقول شويه افكار لو حد عايز يسيطر على وضعه المادي. اللي يقدر اللي عايز كده خلاص اوكي مفيش مشكله، ما انت تقدر. فانت انت مش متضايق، انت مبسوط، انت مستريح، انت عايش كويس، فخلاص. لكن لو ما اقدرش دي اريا كبيره ان انا اقتل سبسكريبشنز، يعني اخلي واحد او اخلي اثنين، مش لازم يبقوا خمسه سته مثلا، وكل واحد على حسب ما هو عايز. في فكره ثانيه اللي هو الصداقه، يمكن دي تنقصنا شويه. احنا ممكن نبقى اصحاب كويسين قوي مع بعض بعيد عن الفلوس، لكن اول ما تيجي الفلوس في الموضوع نخسر بعض. فلو احنا اصحاب كويسين احنا ممكن نستفاد بحاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا ممكن اعمل الشوبينج مشترك بين بيتين ثلاثة اربع بيوت مع من الماركت. الماركت بيبيع بالك ايتمز، لكن البالك دوت على البيت بتاعي بس انا ومراتي وعيلين كتير قوي. لكن لو احنا بيتين ثلاثة متفقين على كده وبنعمل كده، ده ممكن يكون ايتم كويس قوي يرخص كتير او يقلل كتير الاكسبنس بتاعت الشوبينج. الحاجة التانية يقول لك ان انت تشوف ايه الحاجات اللي ملهاش اكسبايري ديت قريب، يعني زي الرز مثلا والمكرونة والحاجات ديت ونازلة على سبيشال، فممكن تروح جايب كمية كبيرة علشان تقدر تسيطر على مصاريفك. الحاجة التانية اللي احنا ممكن نستفاد منها كأصدقاء وأصدقاء كويسين، ان انا ممكن ما اعرفش ابدأ بزنس لوحدي، لكن ممكن اعرف ابدأ بزنس مع صاحبي. طول ما الفلوس مش هتبقى مشكله ومش هنتخانق ومش هنخسر بعض، فبتبقى ديت فرصه كويسه. لكن دي حاجه انا ملاحظها يعني جوه المجتمع بتاعنا، ان مش كتير الشراكه جوه البيزنس بتمشي كويسه، وده يمكن لان يعني انت باك اوف اور مايند افكارنا عن الفلوس او تخيلاتنا عن الفلوس مشوشه شويه، فيها شويه حاجات ممكن ما تساعدناش قوي ان احنا نكمل في شراكه، لكن لو تقدر دي تبقى حاجه كويسه. خط تاني للافكار ديت، ازاي نعلم عيالنا التدبير في الفلوس. لو العيال لسه صغيره جيبوا 3 جارز برطمانات الصلصه القديمه لكل طفل، على حسب كم طفل عندكم، كل عيل يبقى معاه 3 جارز.
جار فيهم اسمه spending وجار تاني اسمه savings وجار تالت اسمه giving. ادي ولادك او بناتك يعني اطفالك اشغال يعملوها جوه البيت بس انت تقعد تشرح لهم على حسب سنهم ولا بتفهم. احنا هنعمل 3 jobs جوه الاسبوع وفي اخر الاسبوع زي ما انتوا عايزين السبت بالليل عشان الكنيسه مثلا تاني يوم وهتدي لهم المصروف ويصرفوا في الكنيسه او الحد بالليل لو بياخدوا مصروف للمدرسه. كل بيت يظبطها زي ما هو عايز يعني. بس الفكره ان انا اعمل 3 jobs دول وقدامها هما ليهم 3 jobs. طبعا مش هطلب من عيل عنده 5 سنين يعمل مواريج لكن ممكن اطلب منه انه يمتي ذا ديش ووشر او يدخل الزباله او يعمل اي او يوضب السرير بتاعه وات ايفر. ومش هطلب من حد عنده 15 سنه يوضب السرير بتاعك لكن ممكن اديله حاجات على قد مهاراته على قد سنه وعلى قد قدرته. ده جيد كل بيت يظبطها زي ما هو عايز. خدوا بس الفكره نفسها يعني. شرطين. الشرط الاولاني ان ولادنا يعملوا الثري شورز دول او الثري وورز اراوند ذا هاوس لازم يعملوهم. والشرط الثاني ان الفلوس اللي هيدوها لهم تديها لهم هتتقسم على الثري جارز مش لازم تكون بالتساوي لكن لازم يكون كل اسبوع في فلوس في السيفنجز وفي فلوس في الجيفنج وفي فلوس في السبيند. ليه؟ علشان ولادنا ما يطلعوش لا طماعين جريدي ولا شايفين ان الفلوس بتيجي من غير تعب ومن غير شغل قدامها ولا يطلعوا بخلاء وما يعرفوش يصرفوا على نفسيهم. وفي كل اخر الاسبوع الايديل يعني ده مش دايما بيحصل بس الايديل ان الجار اللي فيه سبيندنج يكون فاضي والجار اللي فيه الجيفنج يكون فاضي والجار اللي فيه سيفنجز يزيد. نعمل ايه علشان نحوش لهم نخليهم يحوشوا ديت او نشجعهم ان هم يعملوا السيفنجز ده؟ نقعد معاهم ونشوف احلامهم ايه. معظم العيال دلوقتي يبقوا عايزين موبايل مثلا. خلاص انت بتاخد اسمها ايه بوكيت ماني كل اسبوع بتعمل 3 شغلانات البوكيت ماني اسمه زي ما انتوا عايزين. اللي عايز يدي 10 دولار عايز يدي 50 دولار براحتكم يعني. طب انت عايز تحوش للموبايل ده تحوش لللابتوب ده وبعدين مش لازم لو هي الحاجه رقمها كبير قوي انا ممكن اعمل ايه؟ اقول له حوش قد ما تقدر وانا هدي لك 50-50 انت هتحط 50 دولار بابا هيحط قدامها 50 دولار ده لو اقدر لو ما اقدرش خلاص. فنبدا نشجع اولادنا ان هم يبقى عندهم هدف ويعرفوا يوصلوا له ويفهموا فكره الفلوس. ممكن لما يكبروا شويه ويبقوا تين ايجرز نعمل لهم حساب في البنك ويبقى معاهم كارت للبنك. ممكن ابقى انا مراقب على البنك دوت وعارف بيحصل فيه ايه ومش شايل فيه فلوس كتير عشان الكارت ما يضيعش وفي يعني اخد كل البريكوشنز اللي انا محتاجها بس ادي لهم الحريه دي. فنبدا نكبرهم شويه. انتوا عارفين طبعا ان في المدارس النهارده كلهم بيعملوا حكايه البانكينج مع الكومن ويلث. اول ما الطفل بيكمل يمكن 16 سنه او 18 سنه الكومن ويلث بنك بيبعت له جواب لان هم عندهم كل الداتا بيز بتاعت عيالنا يبعت لهم جواب ويبعت لهم كريدت كارد ب 500 دولار هديه. العيال اللي مش عارفه تتصرف في الفلوس ازاي دوت بيبقى ايه؟ اول فخ لحياه مليانه ديون باين انه هديه باين ان احنا كبرنا مش كده؟ لكن في الاخر بنفضل ندفع في كريدت كارد طول عمرنا. ممكن انا ارجع تاني لنفسي ممكن اعمل الحكايه ديت حته
تفصيلة الفلوس الديلي سبيندينج والسيفنجز والجيفنج ممكن اعمل ديفرنت بنك اكاونتس. وفي بنك اكاونت سيفنجز بنك اكاونتس ملهاش كارت، او الكارت اشيله ما يبقاش في ايدي بحيث ان انا اسيطر على مصاريفي. يبقى المرتب دخل انا عارف هيدخل في الكارت ده ان انا هصرف منه ال 50% 80% واتيفر، وبعدين احول حتى لو كان المبلغ ده صغير ما تستقلوش بالموضوع، بس خدوا خطوات احول للحسابات الثانيه ونيمت. يعني انيم البنك اكاونت ده اسمه فن، انا محوش فيه علشان عايز اسافر مصر، بس مش عايز اسافر مصر بكريدت كارد واقعد بعد كده سنتين ثلاثه بعد ما ارجع من سفريه مصر عمال بسدد في الكريدت كارد. طب اعمل ايه؟ اخطط من دلوقتي، نسميه فن. عايزين نطلع مصيف، عايزين نعمل حاجه، عايزين نشتري عربيه جديده، وات ايفر. بنك اكاونت ثاني اسميه الجيفنج، اسميه العشور. في ناس كتير بعرف ناس بتعمل كده، ما بيدفعش العشور اسبوع باسبوع ولا شهر بشهر، وبس يجي في اخر السنه ويدفع العشور كلها. ناس عندها بيزنس واكتر من بيزنس ومش عارفه تحسب اكزاكتلي الانكم قد ايه، بيتحسب مع التاكس ريتيرن. طب ما هو لو جاي النهارده وعليه 20,000 دولار، هو على طول في حساب معمول فيه الجيفنج، بحيث يبقى دي الوقت بتاعه، بحيث ان انا ما اتزنقش. الهدف في الاخر ان انا اعيش مستريح، ان انا اعيش كويس، مانيش مزنق على نفسي، مانيش مضطر مع زياده الانترست ريت دلوقتي اللي عليت جامد جدا علينا، ان انا اضطر ان انا ابيع البيت مثلا، او ان انا اتزنق في اي حاجه. فحلو ان يكون الانسان عنده جود بلاننج، انه يظبط المصاريف بتاعته مع الوقت، حتى لو هتاخد شويه وقت بس يبقى المستقبل افضل شويه لو النهارده الوضع مش مظبوط قوي. جبت سيره الكريدت كاردز، انا اسف انا قلت لكم يمكن الافكار ما تبقاش مترتبه قوي. الكريدت كاردز تارجت كارت كارت، لو عندك اكتر من كريدت كارد اصغر واحد تارجت ان انت تخلصه. لو انا هبدا من حته السيفنجز ديت، بدل ما عايش على 100% عايش على 99 عايش على 98 عايش على 95، الفرق دوت ابدا احطه جوه الكريدت كارد اللي هو اقل حاجه. يعني لو عندي كريدت كارد ب 200 دولار وكريدت كارد ب 2000 دولار، اقفل ال 200 دولار ديت وخلصها وامسك الكارت وقطعه وارميه في الزباله، ما تعملش كريدت كارد تاني. لما تخلص الكريدت كارد ده خلص اللي بعديه. مش مهم على فكره السرعه، لكن مهم النمو، ومهم ان انت تحس ان انت بتحقق حاجه وبتكبر واحده واحده. لو انت النهارده في وضع مادي مش حلو، على حسب بقى ممكن تقول انا كمان 10 سنين كمان 5 سنين انا هبقى فاينانشالي فري، فتمشي خطوه خطوه واحده واحده. مش هيحصل ده كله مره واحده، لكن هيحصل مع الزمن. فهقلل الاكسبنسز بتاعتي، هسدد الكريدت كاردز بتوعي، هظبط مصاريف في الانكم بتاعي اوزعه على كذا شانل، وابدا اكبر. لو النهارده ما عنديش فكره انفستمنت او سيفنجز، ابدا اكبرها ويبقى في حسابات فيها السيفنجز ديت، والسيفنجز ديت كل ما تكبر شويه اشتري بيها حاجه زي اسهم في البورصه او بيت او وات ايفر، على حسب كل واحد وامكانياته ايه، وابدا اكبر شويه بحيث ان انا ما في الاخر ما يبقاش اعتمادي الوحيد على مرتبي. ولو النهارده سبت شغلي خلاص انا هبقى فيري ستريسد، لان ما عنديش فرصه دخل تاني. يعني في نفس الوقت ممكن نمشي الحكايه ديت مع اولادنا ونعلمهم واحده واحده بفكره الثري جارز دول. هل عندكم اي اسئله او اي افكار؟ هل حد زعلان من الكلام اللي انا قلته؟ كلكم زعلانين. اشكرك. لا تفكر بجد، يعني المجال مفتوح، يعني قولوا افكاركم لو عايزين. هو
بص الكلام حلو وكل حاجه موافق وكل حاجه، بس ده لو الحياه العاديه. يعني ايه الحياه العاديه؟ يعني مفيش موجج مثلا، مفيش انترست عالي، مفيش انفليشن، مفيش ازمات زي كوفيد. يعني احنا بنبص على الازمه من ناحيه تاني خالص غير اللي انت شرحته. الازمه احنا بنبص لها بمثلث. ازاي مثلث؟ في ناس بتعدي الازمه، زي مثلا الناس اللي عدت الازمه بتاعه كوفيد مثلا. هديك مثال ازمه كوفيد، في ناس عدتها ازاي؟ ان هي خدت الجوب كيبر، خدت الجوب سيكر، وعدت الازمه قاعده في البيت ما استغلتش الازمه، ودي عدوها بخير وسلام. بس حاليا منهكين بسبب الانترست وبسبب الانفليشن، ان هو ما استفادش من الازمه. الكورنر الثاني في المتضررين، اللي هو اتضرر بسبب ازمه كورونا مثلا، ده اتخرب بيته، البيزنس بتاعه ما كانش مواكب ازمه كورونا. عندك مجال السياحه، عندك مجال الفندقه، عندك مجال الطيران، كله ده كان واقف. في الناحيه الثانيه بقى المستفيدين من الازمه، وده اللي تركز عليهم قوي. انا كنت من ضمن الناس المستفيدين على فكره من ازمه كورونا، واتمنى ان ازمه كورونا ترجع تاني. مستفيد من ازمه الانترست، واتمناها توصل 8، وكله طبعا بيقول الله يخرب بيتك. بس انا كده مستفيد من الازمات، هي ازمه لازم تستفيد، ده اللي تركز عليه. لاني وبعد كده دايما بنحاول نزحزح الناس اللي فوق، اللي هي بتعدي الازمات من غير ما تستفيد. مثلا ما استغلتهاش صح، مثلا اتاثرت بشغلها، راحت للسنتر لينك، راحت للجوب كيبر، راحت للجوب سيكر، عد الازمات. احنا بنحاول نبوش هم ازاي يستفيد من الازمه صح. يعني كلامك حلو، انا موافقك في كل حاجه، يعني احنا بنطبقه اوريدي في الحاله العمليه، بس لو مفيش ازمات. لكن احنا في وقت ازمات، احنا ماشيين على مثلث زي اللي قلت لك عليه. المثلث ده حاطينه في عقلنا، في الازمات بالذات دايما بيجي قدامنا ما نقدرش نسيبه. ان في ثلاث اطراف، طرف بيعدي الازمه كده وخلاص، لب وسوداني وقاعد في البيت وجوب كيبر وجوب سيكر والحكومه تدفع وانا عديت الازمه بخير، وحاليا هو بيعاني بسبب الانترست وبسبب الانفليشن لانه ما حققش حاجه. طرف مضرور خالص، اتخرب بيته حرام، وزي ما في مضرور في ناحية تانية مستفيد. يعني بتهيألي انت بتتكلم في اتجاه مختلف عن اللي انا كنت بقوله. ايوه انا بقول لك، لا ما احنا في وقت ازمات. انا كنت قريب من فكرك هتشتمني. لا 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 مش هشتمك، انا عند حبيبي، انا ما اقدرش. لا انا لو الكلام حلو، لا ما اقصدش ان انت بتكون معترض على الكلام. لا انا مش معترض، لا انا موافقك، انا بقول لك كلامك حلو وموافقك لو ما فيش ازمات. ما هي بقى النقطه في ايه؟ الانسان المستعد هيعرف يعدي من الازمات كويس. احساس الانسان بالمشكله مش بقيمة المشكلة لكن بكونتي أنا. أشرحها. لو إحنا عندنا يعني ليفلز من 1 لـ10، أنا مستواي 2 وجت المشكلة بمستوى 5، بالنسبة لي المشكلة دي إيه؟ كبيرة أوي. لكن نفس المشكلة اللي في مستوى 5 دي لكن انا مستواي 8، مش هحس بيها اساسا، مش هقول ان في مشكله. فهي ديت المهم، ان الانسان نفسه يبقى مستعد انه يكبر او يعدي فوق الازمات دي. وعلشان كده النهارده بمشكله واحده على الناس كلها، اللي هي زياده الانترست ريت طبعا، وزياده الاسعار وكل حاجه. بس اقصد انه بالحكايه ديت، هل ردود افعال الناس كلها زي بعض؟ لا. ليه؟ علشان مش كل الناس مستعده نفس الاستعداد. فكانت فكره النهارده، فكره الكلمه بتاعت النهارده كلها، ازاي ممكن ابقى مستعد لفكره لو في ازمات تانية. مش بس كده، ان انا مش هعيش بس يقول لك باي تشيك تو باي تشيك، انا مش هعيش من مرتب لمرتب، من اسبوع لاسبوع. لا، انا عايز اعيش مستريح بغض النظر عن اللي بيحصل. فعرضت بس شويه افكار، وعلى فكره في افكار تانية كتيره قوي، بس يقولوا كده what you focus on expands. البني ادم اللي بيركز على حاجه، اللي انت بتركز عليه يكبر. وعلشان كده في ناس بتركز ان عندها ديون، يحصل ايه؟ ديونهم تزيد.
وفي ناس تركز ان معها فلوس يحصل ايه؟ فلوسهم تزيد. فركز ان انت ازاي تزود الانكم بتاعك وازاي تقلل مصاريفك. لو بس يعني if we shifted our mind ازاي نكبر هنكبر، ازاي نزود الدخل هنعرف نزود الدخل، لكن المشكلة ان احنا مش عايشين بنفكر في كده. وفي ناس مشكلتها ان في فلوس كتيرة قوي جاية وبتروح وهو مش مركز. ليه مش مركز؟ ما الفلوس كده كده جاية، وانا اعرف ناس كده وفجأة الشغل راح. ايه اللي حصل؟ اتزنقوا جامد. فيعني بس فكرة النهاردة كن مستعد فاينانشالي، وقلنا شوية افكار ازاي نستعد فاينانشالي. اتس اوكي. في بس قلت موضوع السيفنج تمام. فرضنا مثلا صوتك واطي مش زي مينا. فرضنا مثلا موضوع السيفنج تمام. قعدنا شوية اكتر بنعمل سيفنج وخلاص قلنا هنحطها في انفستمنت تمام. حطيناها بالانفستمنت وخسرنا، اضطرينا بقى نسحب من الانكم ونحط بالانفستمنت. يعني لما كده رجعنا ورا يعني نعمل ايه بقى؟ نبدا من جديد. نبدا من جديد. يعني في ريسك، هو الانفستمنت في ريسك. الانفستمنت في ريسك طبعا في كل وقت، اي حاجه بنعملها فيها ريسك. بنسوق العربيه في ريسك مش كده؟ الريسك موجود بغض النظر شئنا بقى بين. بس ارجع تاني يمكن ده كذا مرة، لما بولس الرسول في رومية 12 قال على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. كلمة على قدر طاقتكم دي الترجمة ايه في الانجليش؟ as much as it depends on you. as much as it depends on you. ما بقتش بقى على قدر طاقتكم اللي احنا فاهمينها بلغتنا العربية ان كده لا خلاص انا طاقتي خلصت. لا. وكلمة as much as it depends on you دي اللي هيحاسبنا عليها ربنا. يعني مثلا انا بسوق العربية، ناس كتير ربنا حافظ علينا كلنا بتعمل حوادث في العربيات مش كده؟ لو غلطتي ومت فيها ربنا يحاسبني على غلطتي. اعمل ايه يعني؟ يعني التزم بالسرعه، تحط عزام الامان، دونت درينك اند درايف، ما تاخدش مخدرات، دونت درانك ولا دراج اند درايف، ما تسوقش وانت تعبان، ما تلعبش في التليفون بتاعك. ناس كتير بتعمل حوادث عشان بيعمل مسج ولا بيرد على التليفون ولا بيعمل حاجه. لو انا كده وعملت حادثه دي غلطتي ومسؤوليتي قدام ربنا وقدام المجتمع. طيب انا ملتزم وعامل كل حاجه وكله تمام، جاء جنبي واحد سكران جه خبطني، ربنا ما يحاسبنيش. ليه؟ عشان it doesn't depend on me. as much as it depends on you. كل حاجه في العلاقات البشريه زي ما بولس كان ذكرها يعني في رومية 12، وفي كل حاجه ثانيه في الفلوس. يعني زي ما قلت كده الفقير هنا فقير بمزاجه، ده فقر اختياري. في ناس بتبقى فقراء غصب عنها، بس الفقير هنا فقير بمزاجه. ليه؟ البلد مليانه خير ومليانه فرص وكل حاجه ممكن نعملها عشان نزود دخلنا وعشان نعيش كويس. فاز ماتش از ات ديبندز اون يو. هنعمل انفستمنت يبقى انا اعمل الدور بتاعي، اعمل دوري دراسه الجدوى ولا الديو ديليجنس، ان انا ادرس الموضوع كويس واخد القرار كويس واشوف امكانياتي ايه وامكانيات اللي قدامي ايه وادرس السوق عامل ازاي. فكر البيزنس. طب وبعدين بعد ما عملت كل اللي عليا وخسرت، if it doesn't depend on me خلاص دي مش غلطتي، الوضع كده. لكن لو هي غلطتي انا هتحمل المسؤوليه. وفي اي وقت كل ما البني ادم بيحاول حتى لو وقع بيكمل تاني.
يعني يقولوا دايما كده انا طولت قوي انا عايز اخلص، بس يقول لك كده يعني وينر نيفر كويت اند كويترز نيفر وين. فمنها وينر الكسبان اللي بيكسب عمره ما بيرفع بقى البيضة ويقول خلاص انا فشلت. طب واللي عنده احساس بالفشل عمره ما بيكسب، اللي بيقف كل شوية عشان تحصل مشكلة قدامه ويقف ويجيب عمره ما هيكسب. انا اسف على التطويل، اتفضل يا صاحبي. على فكرة الاسبوع اللي جاي هيبقى اسبوع حلو قوي، هيبقى معانا ان شاء الله ما يعتذرش دكتور وجدي ندى، وهيتكلم عن حلول المشاكل بين الاخوة بين اخوات بين عيالنا لما السيبلينجز بيتخانقوا وبيختلفوا نحل المشاكل اللي بينهم ازاي. هيبقى موضوع حلو خالص، نحب نشوفكم كلكم.